نور الدين بنديب رئيس الجمعية الجزائرية للأشعة والتصوير الطبي وأيضا رئيس الفيدرالية المغربية للأشعة. احنا الوجود نتاعنا في المؤتمر هذا، المؤتمر هذا هام جدا لايرسيديس، والحضور نتاع الاختصاصيين في الأشعة احنا مسرورين خاطر البرنامج هام، والبرنامج هذا فيه عدة أشياء جديدة لتفيد كل الراديولوجيست، كل الاختصاصيين، وخاصة عندنا فيه من منذ 2013 برمجنا السيشن جونيور، دونك اليونغ للراديولوجيست الصغار اللي يسحقوا هذا الشيء للتعليم نتاعهم، وباش يكونوا يعني في الميدان، ويكونوا ما يخرجوش من الموضوع ويتطوروا. ايضا هذا المؤتمر مخصص للاختصاصيين في الاشعه، وايضا للاختصاصيين في الاختصاصات الاخرى، وباش يكون يعني في العلم باللي الاختصاصي في الاخصائيين في الاشعه ما ينجموش يعملوا وحدهم، لازم يتعاملوا مع كل الاختصاصات الاخرى. وايضا موجودين معنا في المؤتمر هذا الاختصاصات الاخرى اللي خارجه عن الاشعه، عن التخصص نتاع الاشعه، وايضا الاطباء العامين وكل الناس اللي تخدم في هذا الميدان، في ميدان الطب والبحث. البحث الطبي هام جدا، وما يكون في علمكم باللي الاختصاص هذا نتاع الاشعه في تطور كبير، تطور كبير، كل عام عندنا جديد في الالات، في العمله، وفي كل شيء اللي يعني يفيد المريض. ما ننساوش باللي الحضور هذا كل في مصلحه المرضى.